احبائي، رسالة من القلب النهاردة. فعلا محتاجين اننا نشوف الناس اللي حوالينا اللي بيخدمونا في الوقت الصعب ده. كل الناس في بيتها وقاعدة في بيتها علشان ما تتعديش ولا تعدي حد، لكن في ناس شغلها انهم يخرجوا برا ويساعدونا عشان الحياة تمشي. منهم البوستاجي. الراجل البوستاجي بيطلع من بيته علشان يجيب لنا البوستة وياخد البوستة ويوديها البوستة علشان الناس تجيلها كل طلباتها. فكرت الفكرة ان انا اشكر البوستاجي واحط له نوتة صغيرة اقول له ان احنا فعلا بنشكره. وحطيت وردة وحطيت له ازازة مية وجوانتي علشان ما يمسكش الازازة لحسن يكون فيها اي فيروس. قد ايه ممكن نشكر الناس اللي حوالينا ونكون بنغير المجتمع اللي حوالينا ونكون بنحط ابتسامة على الناس اللي بتخدمنا، خصوصا الغلبان والفقير، الولد الصغير اللي بيجيب لك الجروسري لغاية فوق في البيت، بيجيب لك كل طلباتك من السوق ويحطها قدامك ويتضرب من صاحب السوق لكن يسمع منك كلمة شكرا، وياريت لو جبتي له ازازة مية ولا ازازة بيبسي تردي روحه ويعرف انه مهم ويعرف ان ربنا خلقه بقيمة. تعالوا نشترك اننا نغير المجتمع ونخلي الناس تحس انها ليها قيمة لاننا كلنا مخلوقين على صورة الله.